فير بلاي الأربعاء 28 سبتمبر 2022، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من فير بلاي. أستاذ مد معاكم في الإعداد والتقديم، أماني بن نصر في الإخراج، تقوى المديوني في الإخراج الرقمي. نجموا تتابعونا لما كنتوا في تونس الكل من خلال الفريكونس نتاعنا، وتتابعونا أيضا من خلال موقعنا راديو إكسبريس إف إم بوان كوم، وتشاهدونا بالصوت والصورة من خلال اللايف ستريمينغ اللي تلقاوه بدا حاليا في الباج نتاعنا إكسبريس إف إم في الصفحة الخاصة بالرياضة، أيضا إكسبريس سبور كما تلقاوه أيضا على قناتنا في يوتيوب إكسبريس إف إم. أكيد حصة خاصة اليوم بمقابلة المنتخب الوطني التونسي البارح ضد منتخب البرازيل، هزيمة ثقيلة ضد المنتخب البرازيلي، 5-1 البرازيل قدام منتخب تونسي. باش نرجع على الهزيمة هذه بأكثر تحاليل فنية مع ضيوفنا اليوم، يحضر معنا اللاعب السابق الترجي التونسي والنادي صفاقس الزمالك المصري المنتخب أيضا وسام العابد، أهلا بك. مرحبا بك إسلام وكل المستمعين. ايضا محمد السليتي اللاعب السابق للكلوب ليتوال ستاد بيجا، مسيره كبيره في مصر، ايضا الاسماعيلي في المانيا. مشيت المانيا ماهيش غلط، المانيا مشيت عملت تيست في المانيا نتفكرها خاطر بعد بين المساوي وقتها. محمد السليتي اهلا بيك يا خويا، مرحبا اسلام، مرحبا بالاولاد. ايضا زميلنا من شمس اف ام مهدي عبيد، اهلا بيك. مرحبا اسلام، مرحبا بولاد سوز محمد ووسام، وشكرا على الاستضافه، مرحبا بكل المستمعين. مرحبا. دونك الاولاد هزيمة ثقيلة، باش نبدا نحكيو كلمة من الأول بصفة عامة قبل ما ندخل بشوية بشوية في التفاصيل، ناخذ من عندك وسام، ظهر لي شنو تعليقك؟ والله تعليق شنو الناس الكل كيما الناس اللي تفرجت كيما قلت أنت، هزيمة ثقيلة. خلينا نكونوا واقعيين، أول حاجة باش نحكيو على الماتش ممكن ساعة ما يكفيناش باش نحكيو عليه، خاطر نحن توا باش نحكيو على الماتش إذا بالتحاليل وكل شيء راه ما تكفيناش حتى ساعة. ما هزيمة ثقيلة ما كناش معناها بصراحة، صحيح لادفيرسير كبير البرازيل، اي جمعيه تحب تلعب ضد البرازيل، البرازيل نشوفوا في النيفو الكبير نتاع الملاعبيه، نشوفوا في الملاعبيه كي قداش تسوى وقداش كذا، معناها البرازيل اسم كبير في كره القدم، لكن هزيمه ثقيله ما كناش نتوقعوها، كنا نجموا نعملوا مخير، معناها كنا نجموا ممكن تكتيك ما انا نقول سيرتو من الديبي نتاع الماتش، لكن هزيمه ثقيله ما كناش نتوقعوها. محمد كيفاش شفت الماتش؟ والله شو نقول لك، احنا الماتش يعني حتى الخساره والبوليميك الكبير اللي صارت عليها، ما احنا يعني شو نقولوا، احنا ربحنا فنيا خسرنا معنويا، ربحنا فنيا اللي احنا الانترينور وشفنا والاغلاط نتاعنا، ومهما تكون البرازيل تقف على النقايص نتاعك وتراجع حساباتك والخطر مازال عندك الوقت اللي تنجم تصلح فيه، وخسرنا معنويا، خسرنا لان باش نقول لك يعني سخط الجمهور، برشا سلبيات يعني هذيك يمكن معنويا خسرناها، ما احنا فنيا ربحنا مهما تكون البرازيل تلعب ضد البرازيل اقوى فنيا استفدنا، معناها عرفنا غلطنا، استفدنا من غلطنا، مش استفدنا احنا، استفدنا من غلطنا. وتخسر شوف تخسر ضد البرازيل بيدا كلات سبعه يعني مش مشكله، لو كيف ناسيونال تخسر خمسه ولا كذا فما تيري تايتا نقفوا عليهم، منا احنا مش بالبرازيل قوي، قول مش مشكل مشكل مش صوت المنتخب، لا احنا كنا مثلا نقول لك انا نتيجه مع تصحيح الاغلاط نتاعنا، صحيح انا غلط، صحيح فنيا عندنا غلط، صحيح الانترنور فما قله تقدير في بعض الامور، لكن كنا مثلا كان جات الامور مريقله والليكيب التشكيله المثاليه نتاعنا نقول لك ما يفوتوش، خاطر احنا ذكيين مش كيما ما نلعبوش كوره، احنا كانت نجم تخرج اثنين بلاش محمد، كنا أما مش خمسه فما برشا عوامل خلات تهز الخمسه. كنا نلعبوا مثلا ضد نيجيريا، ضد مالي، ضد اي كيب ادفيرسير، معناها ما تسماش بارابور البرازيل ما تسماش قوي، كنا نلعبوا بلوك ونسكروا ونمشيوا للاخر، الريزلتا باش يكون واحد بلاش، واحد واحد نربحوا وربحنا فيهم ماتشوات. اما اليوم انت تلعب ضد البرازيل، كيفاش تحل لك هيك باللعبه هذاك؟ صحيح صارت برشا اخطاء، ما لعبناش كيما البلوك با وبعد طلعنا واحد وكل شيء، نلعبوا كونتر اتاك، نحن في الاخر كيفاش تمركيو البنتوات؟ هذا نحكيو برشا تفاصيل فنيه، خلينا نسمع راي مهدي الساعه بصفه عامه في الماتش وفي النتيجه وبعد نحكيو اكثر. لا انا مش موافق برشا محمد، خاصه انه ما عادش عندنا برشا وقت، وقال عندنا وقت ما عادش عندنا وقت، والتايمينغ بتاع الماتش خايب ياسر،
انا ما انت حكينا في الموضوع باهي برشا تلعب مع البرازيل حاجه محلاها ونعيشوا كل اللحظه اللي احنا صغار ديما نحلموا بها نشوفوا الكيب ناسيونال كونتر البرازيل، اما ماهوش التايمينغ المناسب. كنت خير انه تكون ما فماش اونجو. البارح لعبنا الماتش الاميكال ويسامو كانه فما رهان، معناها ديجا الوقت والظرف اللي نلعبوا فيه فما ضغط راهو على الملاعبين نتاعنا، عندهم رهان زاد يعطيك الصحه، هما هكاك يخموا. ما احنا فما ضغط كبير، الناس تستنى تونس قبل كاس العالم. ما تنساش محمد على خاطر في نوفمبر عندك تقريبا 10 ايام تربص هكاو، معناها باش تلعب فيه ماتش اميكال ولا زوز على اقصى تقدير باش يكون من 6 نوفمبر ل 17 نوفمبر حاجه هكاك في السعوديه فيه ماتش ولا زوز. معناها البارح فريمون ستاج هذا نعتبره راتي. ما هو انا حكيت راهو جلوبالمون اي لا معاك انا في الديتاي فنيا قلت خليه مش نحكوا فيه، لكن ما حكيتش فنيا. انا كان عندي راي اخر مش فنيا. شوف راي. لا مش فنيا. أي. انت قلت عندنا الوقت، قلت لك ما عندناش الوقت خاطر الرزنامه بتاع الاتحاد الدولي تفرض انه اي. نعطيك معلومه، البرازيل تو بالمعطيات هذه ما عندها حتى مباراه في نوفمبر، معناها 90% كملوا تحضيراتهم. صحيح لا وقتها تقفل. تو نحكي لك هم يفكروا بطريقه اخرى. احنا كان كنت نخير مثلا البرازيل باش يكون ماتش استعراضي، كان ينجم يكون مع انه رانا حابين نلعبوا مع البرازيل الناس الكل ما نكذبوش على بعضنا. كنت نخير مثلا الصيف الجاي هما ما عادش يبرمجوا معاه. معناها هو في كل الحالات ماتش تحضيري هكا ولا مش نقفوا على امكانيات المنتخب الوطني. كنت تنجم تقف على الامكانيات. هاو نعطيك اللي كانوا مطروحين البرتغال النمسا. شنو الفرق ما بين لا فما فرق فما فرق محمد فما فرق. احنا دخلنا في الفنيات عملنا ضد المانيا. انا عندي راي اخر فنيا نقنعك سبحان الله. نحكيو على البرمجه هي برمجه الخمسه ما ربحت شيء فنيا بعد هذا يحكموا بعد ما نلعب مع السيشيل ونشوف. انا مثلا كي نقول لك انا مثلا ثلاثه بونتو من جوار واحد، وانا قلت له هنا قبل كي نجي نقول لك علاش انا ثلاثه بونتو من جوار واحد كي خرج ولقينا نلعبوا ب 10 وكي نلعبوا ب 10 لعبنا خير لعبنا ب 10 وبلاش. هو انا مثلا فنيا معناها اي ما ننساش خلينا نتخالف في الفنيه خلينا نحكيو تحمل الاخطاء اللي معناتها البونتوات اللي جايين معناها خلينا نكمل السؤال وبعد جاوبني ما نساش تحمل اللي صار الكل معناها تقريبا اغلاط كامله تشاركوا فيها حتى بونتوات ماهمش من جهته كانوا تحملهم الكل ديلان اوكي غلط لكن نتصور ماهوش وحده. طبعا نحسب الوسام هذا كمدافع خاطر حبيت نجيب مدافع انا اليوم اصريت باش نفهم خاطر الاخطاء اللي صاروا. خلينا نسمع عليك قبل محمد. انا اول حاجه تلعب ضد البرازيل كاليبر من اقوى فما في العالم هكا ولا سي فما حاجات هما اقوى منا على جميع المستويات باش نكونوا واضحين. نحن باش انت قاعد خذيت البارتي هذه باش كونفرونتي روحك تشوف روحك مع جمعيه كبيره وتعمل هاله وتعمل مورال باهي للجوارات وتعمل بريستاسيون باهي قبل باش تدخل مورال اخر كوب دي مون. انت خويا من دقائق الاولى ثلاثه بونتو من ديلان براو جيت لهنا حكيت لك وقت اللي احنا سامي موجود لهنا سلام كان تذكر يحكي على ديلان قلت له انا ما يعجبنيش جمله وما عندوش هو مكان في التشكيله نتاعك. استاذ يلعب في ايطاليا في الكالتشيو ليش معناها يعني احنا مثلا كي نقول انت تقول لي يلعب في الكالتشيو وانا نقول لك مثلا هداف البطوله هداف المنتخب الوطني خير من عياد الحمروني جاوبني انت. لا ما عنديش علاقه شو ما فهمتش شنو العلاقه. اي معناها اللي حبيت نقول لك لحظه اللي حبيت نقول لك معناها ملاعب يمشي يلعب في ليك فرنسا ولا يلعب في خلينا نقول لك معناتها ولا في الكالشيو معناها ما نصورش هذوما الفرق ما يعرفوش باش تقول لي انت مش ملاعبي معناها اي ما يمشيش معايا نجم نسمعك اما مش ملاعبي فما حاجات الناس تناقشك فيها. نعم فما حاجات محمد عمل ماتشات كبيره في المنتخب في شنو؟ اش عملوا به؟ ديلان برو في المونديال اللي فات ديلان برو عمل شريط والله فريق هو اللي خسرنا ضد نيجيريا استنى هو اللي ضد نيجيريا مش ضد نيجيريا ضد بوركينا فاسو الغلطه تاع الخروج منه يخرجنا بها هي ما فيها ظروف اي ماتش ترجع تلقى ديلان براون يعطيك محمد قتله محمد ديفونسوريت لكل غلطه في الكيب ناسيونال اسمع ريزون دو بلوس عندك حق تفضل ريزون دو بلوس باش تلقى انت تقول لي راهو يلعب في ايطاليا وتجي يعمل اغلاط ديبيل انترناسيونال تجي في اغلاط نتاع بلاسمون انا نحكي لك راهي خدمتي باش نشوف اللي فاي نتاع الديفونسوريت هما فنيين وتعرف وين بالطبيعه تجي انت تعمل غلطات امشي ويجا وتمشي وتجي حتى بالراس ماكش اغريسيف ما ريتش بلاسمون البلاسمون الاولاني منه الثانيه زاد كيف هو يدخل ورجو منه هو ولا في ظهره هو يعني في ظهره هو قلت له مش بحث الطالبي هو ظهره هو لا لا انا قطعت الطالبي ورجع الطالبي هو الغالب قال لك الطالب استنى هو مو عندنا دوزاكسيو عندنا فون سونتر انت خويا مو يقص لك صحيح مش تتبعه على الماركاج من الاول صحيح
انا توا لارير جوش مش نجي ورا لاكسيال نتاعي باش نعمل ماركاج مو جاك سيئ كل واحد البوست محمد غلط جاك شدو محمد الطالبي هذاك اللي تحلل انت الطالب لا لا ايش راسي اكيد الطالبي هو اللي بالراس يا اخوي رجعها يا محمد عاودتها ثلاثة مرات لا لا دي لامبر في الاخبار تو نشوف لك الفيديو هذا لا الاخرى كي ضرب بالراس مع منصر الطالبي اما من الاول بالكش في المعرش في الكوفرتيور والماركاج لا 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 طويله مع الطالبي بنت الاول مع الطالبي مع الطالبي اللي بظهره انا طالبي انا ريتو مركز معه لا ولا ريتو ديجا احنا فرحنا كي طالبي صلح ومركز هي اوتوماتيزم ما بين الكاد ديفونسور والجارديان يلزمك متفاهمين تو انت مثلا لارير جوش عنده ما جاي حتى مره لعب تلعبوا في المجلس مرتضى البرازيلي ما لعبش باهي غير انا الشيء علاني عنده ثلاثة شهور ما لعبش تلعبوا ديريكت ماشي مش هذه تو يتحمس وليد المدرب اختيارات انا نحكي لك راهو الملاعبي كيما حكى لك محمد ديفونسر تغلط ولا تكون يغلط اما هذه شوا نتاع اونترنر شوا نتاع اونترنر عندك غايلين ثلاثة شهور ما لعبش حتى ويوسف مساكني عنده نقولوا نحكي عليهم وسام نسقي مادام حكينا على الدفاع خلينا نكمل معاك في الدفاع وين شفت الاغلاط نتاعنا باش برشا وصلونا تقريبا بخلاف الخمسه دحمين فما كرات نحرم دحمين زاد برشا وصلونا الكاج نتاعنا وبسهوله وسام وين شفت الاغلاط اول حاجه تلعب دي كونتر لي جروند دي جروند اتاكون في العالم ليكيب مصنفه الاولى في العالم وهما توا ابارامون معناها هما خاصه في الهجوم هما سيرتو توا معناها بعد الموتيفاسيون اللي تشوف فيها ضد غانا انا حد دو ماتش هذوما يحبوا يوصلوا البعيد في الكوب دي موند ما فهمت ولا اجريسيفيتي ولا اجريسيفيتي ولونكوراج من لونترونور ومن الواحد معناها ظاهر جمعيه تحب توصل للمربع الذهبي نتاع كوب دي موند اليوم تقول لي انت تلعب اما تلعب كونتر البرازيل ديفونس وغارديان نحكي ديما كيما نحكيو على الديفونس يسمك تكون مركز يسمك تكون مركز 200% يسمك تحضر ماتشوك انترونيزم يحضر مشروع ماتشو الديفونسور انا اليوم باش نلعب ضد ريتشاردسون ولا نيمار ولا رافينيا ولا هذاك مال نتاع الريال فينيسيوس بالليل انا دو معناها يلزمني نحضر روحي ريتها وكون مينيكاسيون ونحكيو مع بعضنا الاربع ديفونسورات والبيفو نحكيو مع بعضنا معناها نحكيو مع بعضنا راهو ماتش صعيب راهو كذا ولازم نقرب لبعضنا ويلزمنا فهمت كيفاش ما نظنش انا براون ولا طالبي ما يعرفوش يلعبوا تو كوره معناها فهمت معناها البراون كيما قال لك ممكن محمد يشوف اللي هو صحيح ماهوش اللي جروند ديفونسور نحكيو عليه ولا حاجه اما هو اللي تو حاضر بصراحه هو اللي حاضر يلعب اعطيني تكون انت حاضر باش يلعب معنا كي شفنا حدا في كوب افريقيا العيفه خير من تي لحظه عاد بعد هو مش يشوف فورماسيون هو يشوف الفورماسيون هو يشوف الفورماسيون مش ينجم ما حكيناش على وريد حتى لعب الخايب البارح وخذا حمراء اللي هي معناها كان جاء ديفونسور يلعب في الشامبيونات تاع تونس راه تنحى ما عادش عيطوا له فما انا نقول لك اما مش يلعب خطر حاضر بصراحه قاسيه شويه الحمراء اي اما سليم اما زايده اما سليم حاضر ديفونسور يلعب في الـ في الـ في الـ في الـ في الشامبيونان تاع ايطاليا بلال مش يلعب مثلا ما عنده ماتش برشا ماتش يلعب الغندري لعب ماتش كوب ما قصرش راهو الغندري حطك تخلر امبارح ما قصرش ما لعب ماتش كوب معناها انا حاطين شكون حاضر في صفحه خلنا نحمد فعل شويه اما في الديفونس خلنا شويه السكوند في الديفونس لازمك انت اللي تفيق ايكيب كامله فما ليدر في الديفونس هو اللي يشد راه بصراحه ليدر لا هو سي كلامك هو اللي يكلم هو اللي يقول هو فاهمين مع بعض اي ممكن ما لعبوش مع بعضهم عندهم برشا هذيك علاش ممكن فما قله نتاع كومينيكاسيون اما في ماتش كيما هكا تقول لي قله نتاع كومينيكاسيون ما تصيرش انت 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 معناها انت محضر روحك الماتش هذايا انت تلعب يلعب في الاوروب عندك ترى قداش والطالبي معناها تو من احسن ديفونسورات اللي عندنا ماشي معناها في جمعيته في لوريون معناها هذوما زوز اما موش الزوز اللي يتحملوا مسؤوليه يا اخي الاهداف الكل لا وفما زاد نقطة أخرى فما يعني عندك لاريدر وكوفرتير والكوش كوفرتير وكمل مهدي لا لدوزارير عندهم فترة بيان سور عندهم فترة حتى على مستوى الإطار الفني ما فماش كلي ساتيسفاكسيون توتال راهو من محمد دراجر ومن لاريير جوش صحيح يعني خاصة البارح هذه معناتها يمكن فما حاجات أنها ما تقالش أما فما فترة أنه دراجر مش قاعد يعطي في كل فكان معناها كل ارتياح على الجهه اليمين معناها هذاك ما نقولوا هذاك اريير دروا فيكس ماتش كان صحيح اما ماهوش معناها فما شويه قلق لا معناها ماكش متهنى عليها البلاصه هذيك ماكش متهنى عليها تعرف وقتاش هذا ظهر في دوره اليابان
رينا خاصه مثلا ماتش الماتش جابون ذكر وقتها يخلي ويخلي برشا سباس في ظهره كل شيء ملاعبي انا من رايي انا كان جاء معناها في اللونيفو اللي احنا نصوروه راه ما يلعبش في لوسيرن هذه في سويسرا معناها مع احتراماتنا فمستوى متوسط على الاخر في محمد راجر انا نصور فما دي بوست من هنا لكاس العالم فما لاعبيه باش تتغير برشا خاصه على خساره البارح راهي معناها باش تجي في سامحوني في روس برشا ملاعبيه على خاطر فما ملاعبيه زاد خذات برشا فرص مهدي انت قلت ماش عندك وقت ماش عندك وقت هذيك المشكله تجيب شوار لا لا من وسط عندك شوار نتاع ملاعبيه برشا اخرين عندك لا لا عندك وجدي كشريده مثلا بالنسبه لي انا رايي انا حمراء كشريده عباره حمراء ملاعبي مظلوم عباره حمراء لا ملاعبي مظلوم ما عرفتش علاش اي ما فما حتى سبب برا ريت قالوا برك شي ديكلاراسيون لا لا ما فما حد شيء بالعكس بالعكس لا 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 فما هبه هذا ممكن بخاطر وقت صارت كوب دافريك هو مرض بالكورونا قبل لا جوزوها جوزوها مش بالله هاو هاو ديلان هبط وعيطوا له ديلان بعد استجلخ ما هبط كيف كيف داري دروا عندك داري دروا بخلاف كشريدة وبعد راك كشريدة عبش نعطيك كشريدة كشريدة وقت اللي جلال قادر يعمل في البري كونفوكاسيون يعمل في الليستا كشريدة ما يلعبش معناها كشريده وقتها مازال باش ينقل جمعيته هذايا في اخر اوت وقتها مشى اليونان مع تسكر ميركاتو ما كانوش يتصوروا انه كشريده زاد باش يعمل ثلاثه اربعه راح في لونيفو وقت ما تنجمش تعيط للملاعبي ما عندوش كومبيتيسيون باه تقول لي من بعد يصير مثلا انه كشريده من الوقت الستاج من وقتها ينجم يعمل ماتشات وهذا اللي صار وخلى الاطار الفني معناها في مأزق شو عنده؟ عنده يان فاليري تقريبا فما الفتره هذيك فما الموافقه النهائيه شبه نهائيه يان فاليري تعطلت شويه الامور على الاجراءات الاداريه سلام هذاك علاش قعدوا يستناو دونك عملوا شوا من الاول في حمزه مفلوثي وفي محمد دراجر وفي يان فاليري هذا معناها حاجات لي يمكن ما تحكيوش عليها محمد دراجر وكشريده ما هذوما ثلاثه ما شفتش يعني لا لا كشريده ديفيرونس كبيره مش نحكوا عليها على اساس كشريده وكشريده يان فاليري يعطي الصحه وفي ماتشوات عداهم امبيكابل في البطوله العربيه لا عنده ماتشوات امبيكابل لا لا عنده تراجع كبير هو حنا بعد في الكوبا راب عطانا امبريسيون اللي هو معناها اسمع باش نضيف حاجه برك الناس تلعب لبرا ما تجيش تلعب كان في الشامبيونان اول حاجه يا وسام اول حاجه نحن تو نحكيو على جمعيه ما عندناش شكل اللي فيدات فيها باهي نحكيو على جمعيه متناسقه جو كوليكتيف الناس كلها تكمل بعضها يعني كي تحكي على جروب مش نجوم جروب انا كي نجي دراجر باش ننجح دراجر يكون عندي اتاكون قوي ياسر يطلب في الاسباس ينجح لي الباسات نتاعي ويرتحني في في الغصرات الحاجه الاولى الحاجه الثانيه عندي شكون انا كي نلقى سوليسيون كي نتلفت ونتخسر نلقى سوليسيون في الوسط واحد كيما نقولوا احنا ملاعب يصنع العاب اللي طالون اللي ترتاح له كي تعطيه كوره وينفسك وينفسك ويرتحك لهنا معناها انت محمد ضد اللعب تو بيفو معناها كما قاعدين نلعبوا نحن مش نقول لك سلام انا احكي هكا لانه احنا البوان فور نتاعنا الوسط البارح ما ريتوش الوسط مساكني ما فماش انا فما حاجات مثلا في الكوره انا سلام انا نشوفها انا رايي فما حاجات في الكوره ما تنجمش تفهمها ما نجمش نفسرها لك علاش انا نقول مثلا اسلام ملاعب ياسر تحسها لكن ملاعب ياسر اسلام لكن ما يعاونيش يعاونني انا وسام خي وسام نتفاهم معاه نعدوا ماتش اخو نبدا انا واسلام ما نتفاهموش جملة نعدوا ماتش لا علاقه انا يوسف علاش يوسف البارح قوه فيفاسيتي نتاع ليكيب نتاع البرازيل هي اللي عملت الديفيرونس اول حاجه تري فيف وهو فما اوتوماتيزم بيناتهم حتى في تخريج الكوره عارفين قوه التكنيك فما تكنيك قوي ياسر نتاعهم في تخريج الكوره ما يغلطش وفيف ويفكها لك فيت في نحن قاعدين نخموا اللي نحن نلعب مع البرازيل انا مثلا شفت الصخيري بطنا مكبلين الصخيري انا كثبت في الصخيري تقولش عليه باردي في الفلان الفلاني نيمار لازم يفك له كوره مش مركز مع الجمعيه مش مركز مع شنو يخرج ما عملناش تروا باس مع بعض سمحت. ما ناش متفاهمين حتى في الوسط للتاكونات ما جاتهمش كوره ما جاتوش الجزيري الجزيري يخدم ديفونسور ما ظهرش بيطلع له ما تنجمش تلوم المساكني ولو زفروا عليه الفوق يا اخي المساكني ما هو نجم يلعب انت لومته من الاول بعد قلت ما تنجمش تلومه ما قلت لك علاش في كلامك قلت لي ما كانش عندنا الاتاكون اللي يطلب في البروفوندور ويرتاح ولا قلت ما في عزله ولا يلعب ما تنجمش تلومه ولا ديفونسور خاطر ولا ديفونسور احنا تويكا باش نكون واضحين لعنا ديفونس حكيتها من قبل لعنا ديفونس لعنا جول لعنا تاك
يعني البون فور بتاعنا في الوسط نكون واعي. لا لا ما باش نكون نحن شنو معناتها لاطاك نتاعنا معلومه محمد ما عندناش ديفونس مانيش موافقك فيه. لا لا بروف اللي عندنا 8 ماتشوات على بعضه معناها ولا 7 ماتشوات متاليه سامحني وسام ما قبلنا حتى هدف وكان تيلا مع شكون هذاك حساب اخر يولي احنا في فريق فيهم الشيلي واليابان. ابو محمد لحظه بالله احنا موجودين في افريقيا راهو تنجمش تقول لي مع شكون تنجمش نلعب انا مع البرتغال واسبانيا كل يوم مثلا مره في القداش المستوى العالي هذا اللي نحكيو عليه هكا علاش قلت توا بالذات لازمنا نقروا انه ماهوش وقت ماتش البرازيل ماتش هذا انا خايف منه يبلبز لنا الدنيا الكل كيما راهو نجم يكون العكس كيما نجم راهو يعطي موتيفاسيون انا نشوفه بالعكس. لا 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 تدخل كونسونتري انت على ماتش مش هذيك راجع روحك كوب دي موند تعمل رياكسيون تعمل رياكسيون تعمل رياكسيون الجمهور جا ضدك اما محمد الدفاع ما تنجمش تكون متحمل عليه بالطريقه هذه بالعكس الدفاع والحارس شو قداش عملوا معناها من مباراه فيها كلين شيت تقول لي كونتر شكون انا تو دخلت في المنعرج الحاسم انت كاس العالم تو باش يظهر عندي وانا ما عنديش شوف ديفونس بدلناها خمسه مرات اما شوف فما مرعبين لا لا ما تبدلش ديفونس ديفونس عندها ست شهور هذيك هي دي ست شهور تحكي على جمعيه راك شهور ايكيب ناسيونال ست شهور في ست شهور كوب عرب وكوب افريق شكون لعب وشكون ما لعبش باهي سامحني اجا اجا خلينا نمشي معاك ادخل هذا ودخل هذا لا لحظه عاد لا لا واللي معاونه ديفونس يا محمد البوان فور نتاعنا اللي معاونه ديفونس تروا بيبوخ هما اللي منجحين جمعيه كام محمد فما ليه شوف يعني. فما اصابات جاتك في الكوب دافريك وفما كورونا بدلت لك التشكيله 17000 مره يا جوار ديفا يا العيدولي لحظه برك يا يا شكون يا البيفو يا صغير يا شو اسمه يا فرجاني الساسي هذوكم ديما ما يرجوار عنا ديما ما يرجوار هذوكم علي الطالبي ما عملش ماتش يا ودي الطالبي انت تحكي على واحد في منظومه كامله ديما نقول مش متفاهمين احنا حتى مع بعضهم عليه الغندري كيلعب زوج ماتشات اي هو يرحم والديك زوج ماتشات لا محمد محمد قاسي برشا على ماتش البارح اخر مضروب اسمع بصراحه لا لا على ماتش البارح انت لا ولا لا ولا لا ماتشات اخرى سامحني بدلنا اربعه ولا اسمها يعني ديما نقولها غلطين شوف ظهرنا بكش اليوم يعني نقولها ديما غلطين لا مشكل في الدفاع مشكل عندنا مشكل في الدفاع لا يجرب هو تو جول. اما ما كانش راهو باش يحط الجول الرسمي تو قاعد يجرب باهي نعطيك حاجه انا نكملك سكوند يا سي مهدي خويا شوف ظهرنا بالكشف في النيفو الكبير ما نلقاوش رواحنا نحن نلعبوا كيما ماتشات هذوما اللي تعداوا افريق وبطوله عربيه في النيفو الكبير اجبد التاريخ واجبد كل شيء في النيفو الكبير نلعبوا 70 دقيقه في ماتشات صار واسبانيا كوب دي موند الارجنتين انت في كاس الارجنتين والمانيا واحد كل شيء مهدي اما في النيفو الكبير فما حاجه روم لعب فما بلوكاج فما روم لعب يسوى 200 مليون يورو وملاعب 300 مليون يورو يلعب في نيفو كبير شنو معناها احنا ملاعبين نعطيو النقص في روحنا لا خلينا نكمل لك على السكوند خلينا نكمل لك فكرتي انا ماكش فاهمني ماكش فاهمني ذاك يلعب ديما في نيفو كبير يلعب ديما في نيفو كبير واحد يلعب على الشامبيونز ليغ كل عام واحد يلعب على يلعب شامبيونز ليغ كوب دوروب وكوب دي موند معناها يلعب على التيتر مش يلعب بعيد على بعضه بعيد على بعضه اذا مش نحكيو على البرازيل على ماتش البرازيل تونس كانت تعمل خير من هكا فيش في حاجه برك قلت لك كومباكت نحن ديما قوتنا كي نبداو قراب لبعضنا والجروب كومباكت ما نجم تعدي الوقت سامحني سكوند لحظه كمل فكرتي من بعد معناها يتعدي الوقت قد ما يمشي الوقت قد ما البرازيل تحب تمركي وتحب تمركي وانت قد ما يمشي الوقت تولي فور مونتالمون امور المو خاطر انت شاد معناها ما قبلتش فقط تفاعل حكايه كومباكت وسام ما شفتش الديفونس كان مقدم شويه معناها خلى مساحات ولا هذيك ماناش قريب لبعضنا البلوك مش قريب لبعضه معناها ما بين البيفو والديفونسورات مش قريب لبعضهم حتى ما بين الريجيسور بين بين الجارديان والديفونس بعد على بعضهم كيفاش تمرك البونتو الاول هيك خرج غلط والاخر سيب حتى البونتو الثاني كيف كيف وسيب لاتاكون تو انت معناها سامحني انا ديفونسور ومحمد اتاكون انا محمد سي اتاكون هو اتاكون معناها يلعب في البرازيل معناها معناها انا مش هذا ما شدوش لاصق وانا معناها ماركاج ستريكت وبرا حتى الكره معناها وغلطه بديهيه على الاخر معناها من السونتر يطولها يمركيها الاخر بالراس هكاك بونتو تمركي انت بونتو تعمل اكسيون وعباد تشجع وعباد تشجع في سكوند تمركي لك البونتو الثاني شكون تحمل المسؤوليه في البونتو الاول؟ بونتو الاول ولا الديفونسور؟ الزوز لا الزوز نحمل الزوز ما نجمش الجوارديان انا ما نجمش ما لا خلينا نكمل ما عنده حد شيء الجوارديان يعني الجوارديان هي تسنطرت سامحني هي تسنطرت ضربها بالراس ديريكت هكا ولا ما عمل حد شيء كازيميرو سنطر ضربها بضربه بصراحه سامحني هو شنو يعني عمل تروا با وضربها بالراس يعني انا نحب الجول يعني الجول وهي عند كازيميرو يقعد على الخط لا ما يقعدش هذيك البلاست وهي الفوت ماركاج هذيك البلاست بلاكش بلاكش كان زايد خطوه ماركاج تاع ديفونسور بلاكش زايد خطوه لقدام لا مش زايد خطوه هو خطوتين قاعدين خطوتين عمل خطوتين عمل لك ما خلطش عليها هو قصير شويه مش هي هي راهي مش
هي راهي ماهيش سونتراج ولا حاجه، راهي واقفه الكره عند كازيميرو من السونتر طوال، معناها لازمك تكون فايق، فهمتني؟ لازمك تكون فايق. مش هكاك انا وين مركاج يا خويا، انا مركاج كيفاش انا يقول لك نعاود نرجعوا لها الاوتوماتيزم تاع اي صحيح، ثلاثه اربعه ديفونسور مش متفاهمين، مش متفاهمين بعضهم، هذيك تولي تكثر الاغلاط دونك انت كي تلعب ديفايونس تكثر مي بيان سور. شفت من رابيديتي في اللعب، انت شفت كيفاش دو كروار اللي عندهم قوتهم وين، وراهم نيمار وريتشارلسون من تو من احسن لي زاتاكون، شفت المعناها كيف معناها هذايا كل معناها انا ما نظنش اللي معناها مدرب ما درسش الحكايه هذه، انا ما نظنش، خاطر مدرب سلع بارك الله، مدرب شاد منتخب رشحنا كوب دي موند، عمل بريستاسيون ضد اليابان والشيلي، معناها انت ما درسش تقول لي ماتش اميكال، ماتش اميكال بشويه بشويه تصبر عليها الماتش، خسرت واحد بلاش زوز بلاش، ديما الناس كنت تخسر. يا ما هو صارت 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 صارت. اما راهو انت بالله سامحني، انت ريزلتاه بالله هاو سلام، انت انت اعلامي. انا نسالك قبل الماتش قداش ريزلتاه باش تكون؟ انا حضرت 3000. كاو ثلاثة غير. اي تنجم تتوقع كارتون. وزاد الديفيرونس نتاع الحمراء، نتاع الحمراء يزيد بدلت الدنيا. لكن مثلا انا كي نجي نقول فما زاد بسيشيكمون الاولاد ما مسوسين شوي خايفين ما حضروش الماتش مليح، بريمير ميتون غير دوزيام ميتون، بريمير ميتون غير دوزيام ميتون، انا دوزيام ميتون فما كره دور وكذا وفما اجريسيفيتي فما فايقين وكذا. انا عندي نقطه هب معناها نحكي فيها شويه، انه فما زاده من لعبيه تغدرك سورتور، تنجم لاعبي انت معناها مثلا كيم مرتضى بن وناس من عمناول وفي الانترينمون وحتى في جمعيته، حتى في جمعيته معناها لعب في البوست الكل ارير جوش دي جوش ماكش مهدي ماكش الشوام تاع مرتضى بن وناس ماهوش ماتشو مثلا مرتضى. لا انا مانيش ندافع على الشوا، مرتضى عمل ماتش خايب ياسر البارح، مانيش ندافع على الشوا، تعدى اكوتي ويبدو انه باش يخسر فرصته معناها لانه جاته فرصه. انت عندك معلومه بارتي واحده سي ما تنجمش تكون فرصه ضد منتخب كيما صحيح، ما تنجمش معناها اللاعبين الكل كانوا سيئين البارح مش كان مرتضى، معناها دقيقه اذا كان باش تقيم لاعب على ماتش كيما هكا غالب هذا قانون لعب. علاش؟ خاطر في الحاله نتاعو هو هو يعرف روحه مرتضى اللي غالب في الكلاسمون نتاعو في اريال جوش، هديه مسمومه هذه كاين نخذها نفسر لك عاد مش هكاك كما قال كويسام، معناه في الكلاسمون نتاعو في الاريال جوش ينجم يجي الثالث ولا حتى الرابع، معناها في الكلاسمون اللي عاملينه في الاريال جوش يمكن عندك باهي علي معلول علي العادي يعطيك الصحه. انا قلت لك في موقع المركز نتاع الاريال جوش ما عادش نتصور باش يعاودوا يلعبوه نهائيا غادي، معناها خسر الفرصه غادي في الاريال جوش القدام، اللهم اذا كان باش يعاود يفكر فيه القدام هذاك موضوع واحد. لا ما تنجمش تلومه في جمعيه كيما البارح، لا ما تنجمش تلومه بالطبيعه الا ديفونسيفمون، بالطبيعه ما تنجمش تلومه اوفونسيفمون ما عملتش هك وهك، لا تلومه على الغلطات لانه تلعب مع ادفرسير قوي ياسر وحصرك، تلومه على الغلطات تعملها ديفونسيف، ما تلوموش على الطاقه تاع نحن الجماعه. حبيت نسالك على الجزائريين الاخرين علي معلول والعابد ايش بيهم؟ انا ما علي معلول اللي طار الفني شاف انه ماهوش حاضر 100% عنده بريود غايب وجربوه في جوش نقطه خاطر فهم لاعبين اخرين ما لعبش علي معلول، خاش يجربوه خاش نزل يجربوه علي العابدي مضروب رجع تو يعمل في التاهيل وحده. لا اسمع اسمع فما زاد نقطه زاد خلينا نكونوا امناء فيها، راهو كي باش نطبقوا حاجه نطبقوها على الناس الكل. كي نقولوا علي كي نقولوا علي معلول غايب على الكومبيتيسيون، شعلاني زاد غايب على الكومبيتيسيون، يوسف غايب معناها راهو الغندري غايب عندي انا لعب ماتش برك لعب ماتش برك صحيح، اما الغندري باين باين اختار بين رزاق اي عندك حق، اما هذوما راهم دي شوا معناتها في الاخر باش يبقاو اللي طار فني يتحمس ويتو. انا فقط سلام كلمه حبيت يضحكوا عليا تو خويا يقول ما يفهمش كوره، البارح ماتش بالذات في فرنسا في بارك دي برانس حبيت نشوفوا الملاعبيه اللي هما مسنسين بالكادر هذاك، شكون مثلا وهبي الخزري تو نرجع له ما فهمت شنو كيف ما لعبش من الاول وهبي الخزري ميم راهو سليتي راهو سليتي حتى سيف الدين الخاوي باش نحكيو على التشكيله خلينا نحكيو بعد في النص الثاني على التشكيله الاخبار مع سهيله وبعد راجعين في بعد راجعين في بلاي حط الساعه نتاع الليل